اي وقت وفي اي شكل، وفي ناس بتكون مش حابه شغلها، مش مبسوطه، مش شايفه نفسها في الشغل ده، فبتيجي في مرحله من المراحل بتقرر تسيب الشغل وتبتدي حياه جديده بشغل جديد، وممكن تبقى حاجه مالهاش اي علاقه باللي هي كانت بتعملها طول حياتها. النهارده معانا بقى نموذج حي للقصه دي، لان معانا سيده مصريه هي كانت مضيفه طيران، ومن مضيف الطيران عند مرحلة معينة أو سن معين أو ظروف معينة هنعرفها دلوقتي، قررت إن هي تحول شغلها من الضيافة، وإن هي مضيفة، وطبعا أصلا يعني ناس كتير قوي وبنات كتير قوي تحب إن هي تشتغل في الضيافة، لأنه دي من المهن المغرية للعمل عشان السفر والتنقل، يعني للناس اللي بتحب تلف وتروح مناطق كتير. لكن هي قررت تسيب كل ده وتعمل مشروع لتدوير القمامة. علياء عطا قررت ان هي فجأة تسيب كل حاجة وتركز في حلم عمرها، حتى بعد ما ناس كتير قالوا لها لا، انه الموضوع متأخر شوية. معانا عبر زوم الأستاذ علياء عطا، صاحبة مشروع تدوير القمامة. أستاذ علياء، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذ أيمن. أهلا بيك. خلينا بس نعرف الأول الناس، أو يعني ناخد فكرة عن هذا المشروع. ما هو مشروع تدوير القمامة اللي حضرتك بدأتي فيه؟ هو طبعا أنا ما وصلتش لفقرة تدوير القمامة إلا بداية بالجمع السكني، يعني علشان أمتهن شغل هي مش مهنتي أصلا، وطبعا يعني تخطيت فيها حواجز كتير جدا جدا وكان فيها مشقة، فلازم كنت أفهم أنا بعمل إيه. علشان أفهم أنا بشتغل في إيه وأنجح، لازم أجيب الشغلانة من يعني باردون في اللي أنا هقوله الإكسبرسيون، إنه أجيبها من بير السلم، من تحت خالص، من أول درجة. أول درجة بالنسبة لنا في المهنة دي هي الجمع السكني للقمامة، يعني عربية، فريق عمل، مواعيد، نظام. بنعمل حاجة اسمها جمع سكني، بنخبط على السكان، بنطلع لغاية شققهم، بنعمل الأول زي توعية، احنا المفروض نعمل ايه ونرمي القمامة ازاي مع شركة ليها تراخيصها وتصاريحها من الدولة، علشان ما نضطرش ان احنا نرمي مع اي حد بيرمي في الشارع. مش تمام. معقول تبقى بلدنا بالحضارة العريقة بالجمال ده وفي نفس الوقت احنا شوارعنا ممكن تكون متبهدلة بالقمامة. فطبعا التوعية في الأول، ودي بتاخد فقرة طويلة، وبعدين بنعمل الجمع السكني، وبعد كده العمال بتنزل باردون يعني القمامة على العربية، وبنتوجه للمقالب العمومية بتاعة الدولة. ده شغل، دي بداية العمل يا أستاذ أيمن. انا والله مبسوطه جدا جدا بحضرتك، ومبسوطه انه بتتكلمي على حاجه ناس كتير قوي ممكن تقول طب هو الواحد يعني الموضوع مش سهل وقمامه وتفاصيل، ولازم الاول تقعدي تقنعي الناس وبعدين تروحي مناطق سكنيه. يعني لازم اسال حضرتك ليه الفكره دي بالتحديد، يعني ليه نشتغل في القصه دي بالتحديد؟ كل حد في الدنيا يا أستاذة إيمان بيحب، أو لازم، يعني أنا من وجهة نظري وممكن أكون يعني مخطئة أو مصيبة، المسألة في إن حضرتك لما تعملي شغل لازم تكوني بتحبيه مظبوط. عشان تأديه كما يجب أن يكون مهما كان هذا العمل.
يعني ما فيش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، ما فيش حاجة ما يصحش أعملها ويصح أعملها، لأن أنا شايفة من وجهة نظري برضو بسيطة قوي، إنه كوني أكون زوجة وأم ده أصعب دور في الوجود، دي أصعب مهنة في الحياة، وكل عمل بعد كده مقدور عليه مهما كان صعب، مهما كان رأي الناس فيه يعني إزاي وكنت مضيفة. طيب أنا كنت مضيفة جوية لفترة، ولكن استرعى انتباهي هذا الملف. الملف ده على فكرة شيق جدا، على قد ما هو صعب قوي لكن هو شيق. شيق ليه؟ حضرتك سبتي لأنه إحنا الضيافة بنتعب امتى؟ فيه بجد. يعني عشان بس باردون؟ نحكي القصة كده كلها، حضرتك سبتي امتى الضيافة وليه؟ لو يعني لو حضرتك حابة تقولي طبعا، وامتى بقى يعني بعد قد ايه بدأتي تفكري في المشروع ده؟ حاضر. طبعا أنا اشتغلت في الضيافة بعد ما حصلت على ليسانس آداب قسم لغة فرنسية من جامعة عين شمس. اشتغلت كمضيفة جوية لمدة سنين، ولظروف خاصة أنا طبعا ما أقدرش أتطرق ليها، مش طبعا عشان لا حاجة، طبعا براحة حضرتك 100%. لا لا والله أبدا مش عشان حاجة خالص، بالعكس أنا نفسي كل حد يسمعنا ويعي الدرس، لكن هو بطل روايتي مش موجود على قيد الحياة، بابا الأولاد الله يرحمه. طبعا وأولادي، أنا ما أقدرش أتكلم في كل حاجة طبعا زي ما طبعا حضرتك طبعا طبعا يعني، فبطل الرواية مش موجود رحمة الله عليه، ولأسباب خاصة أنا سبت شغل بمحض إرادتي وأنا راضية وخلاص، وكل الأمور كانت لطيفة جدا. العقل هنا بيقول إنه قبل ما أكون سيدة عاملة لازم أكون زوجة تستاهل تكون في بيت جوزها وأم تعرف تربي أولادها. ممكن أكون ضحيت، أي دي تضحية من وجهة نظر ناس كتير وأولهم أقرب الناس ليا، ولكن لما أشوف أولادي دلوقتي فخورين بأم اجتهدت وكافحت قدر المستطاع وقدر الإمكان وعلى قد ما عرفت، فخورين بيا، ده في حد ذاته بالنسبة لي أعظم نجاح في الوجود. أنا طبعا مش عايزة بعده نجاح. طبعا. امتى بقى المشروع ده بدأ؟ وانا شايفه في الفيديوهات اللي احنا نزلنا صورناها مع حضرتك ان حضرتك موجوده في بعض المناطق البسيطه، هل في مناطق معينه بدأتوا فيها ولا لا، ولا يعني ولا اكتر من منطقه؟ وحضرتك بقالك قد ايه في القصه دي؟ حضرتك أنا من آخر 2018 في أواخر السنة تقدمت لمحافظة القليوبية علشان أشتغل بشكل رسمي، يعني أحصل على تصاريح وتراخيص مزاولة، وتم اختياري إنه يعني هيدوني إحدى المواقع في حي شرق شبرا، وشرفت بهذا العمل. كم حد طبعا بيشتغل مع الموضوع كان حضرتك؟ باردون، كم حد بيشتغل مع حضرتك؟ الكون اللي بيشتغل بيبقى بشكل تناوبي، يعني ممكن يبقوا 6 أفراد، ممكن نوصل ل 12، ممكن نبقى 10، ممكن يبقى أكتر من كده، على حسب الكباسيتي بتاعت العمل، على حسب ساعة العمل، على حسب عدد الأفراد وعدد الوحدات السكنية اللي احنا اللي بنقوم بأداء الخدمة ليها. هو ده بيتغير كل فترة؟ يعني انتوا كل فترة بتشتغلوا في منطقة، ولا في منطقة ثابتة بتشتغلوا فيها على طول؟ لا يا فندم، هي نفس منطقتي الثابته، بس اللي بيحصل كالآتي، انه احنا مش بنتقاضى مرتب، يعني احنا مش بيطلع لنا مرتب اصلا، احنا بنشتغل على الفيز اللي الساكن نفسه هو اللي بيحاسبنا عليه مقابل الخدمه اللي بنقدمها يوم بعد يوم بس كده. بعد الجمعه اجازه. يعني الفلوس اللي بتاخدوها من السكان هي دي اللي يعني هي دي اللي بتمشي المشروع او قائم عليها المشروع. دي اللي بتدفع إيجارات العربيات وبتدفع مرتبات الموظفين والمشرفين، طبعا هي كل حاجة، طيب هي احنا اللي قائم عليها كل حاجة. بعد ما بناخد الخمامة من البيوت، وانا شفت ده بتعملوه، وبعدين بتجمعوه في عربيات نص نقل تقريبا، بتروح فين بعد كده وايه اللي بيحصل فيها عشان ندخل في مرحلة التدوير؟ فقرة التدوير أنا ما أقدرش عليها دلوقتي يا فندم لأنها كبيرة وهتتكلف كتير، والإمكانيات أنا يعني عارفة حضرتك بتاع يعني الخطى على القد، كل خطوة محسوبة لأن كل خطوة قصادها كوست،
فانا هتلف. الفلوس هجيبها ازاي؟ يعني انا نفسي اعمل الفقره ديت. العربيه بتاخد الشغل بتاعنا، بتطلع على المقالب العموميه اللي هو تحديدا مقلب ابو زعبل الخاص بمحافظه القليوبيه اللي احنا بنودي فيه، وبتصاريح دفن، ولازم بندفع فيز علشان نرمي بشكل آمن في خليني اقول المقلب لحضرتك العمومي انه في للدولة. صورة ذهنية شوية يعني اعتدنا عليها جميعا، يمكن من الدراما، لانه المهنة دي معظم اللي بيكونوا فيها ايا كان دورهم ايه فيها بيكون للرجال، ده اولا. ثانيا بيكون في يعني انه يعني بيبقى في صورة ذهنية معينة عن بقى مستوى التعليم مثلا او مستوى الاجتماعي، هي صورة ذهنية ثابتة بهذا الشكل. الناس لما بتشوف حضرتك هانم موجودة وبتتكلمي لغات ومتعلمة وبتنزلي وبتتكلمي معهم، هل حد بيستغرب اللي هو يعني بيقول لحضرتك مثلا ايه علاقتك بالقصة دي او ليه بتشتغلي في القصة دي ولا ايه؟ أكيد يا أستاذة إيمان، إحنا في مجتمع شرقي، مجتمع يعني برضو إحنا مهما حصل ومهما تقدمنا وثقافتنا اتغيرت، ولكن سنظل برضو إنه في بعض الأعمال يعني بتبقى محصورة في كوين كده، في باساج لوحدها، في ممر لوحدها، إن دي ما ينفعش إن أي امرأة تخوض فيها أو مظبوط. تشتغل فيها. طبعا انا لقيت ده كتير، وفي ناس استغربت، ومن السكان اللي بتعامل، من المواطنين نفسهم اللي احنا بنتعامل معاهم، حالة استغراب، وفي ناس بتشجعنا بشكل، عارفة حضرتك، يعني فعلا بحس بالفخر والله، ببقى فرحانة. وبرضه في نفس الوقت بقابل مشاكل كتير قوي، المنافسة المش لطيفة خالص. يعني انت ايه اللي جايبك؟ بتعملي ايه هنا؟ انتي ست، روحي شوفي حالك، ولا شوفي انتي جايه منين، ازاي تشتغلي في مهنه زي كده، سيبيها للرجاله. طب انا ما قصرتش في حق الرجال، انا ما اخترقتش مجال الرجال، وانا بشتغل في حالي. وعايزه اقول دايما اللي بيقول لي ليه عملتي، طب ما تعمل احسن ونتنافس بالظبط. كلنا، حضرتك تشتغل وانا اشتغل جنبك وغيرنا يشتغل، خليها منافسة شريفة عشان كلنا نقدم عمل في الاخر رائع نفتخر بيه باخلاص وباجتهاد. طيب خليني برضو ليه أسأل حد، المنافسة تقلب؟ نعم خليني أسأل حضرتك، هل الشغل ده بياخد وقت كتير مثلا من حضرتك، لازم تبقي متواجدة على طول ولا بتديري كده من بعيد ولا بتبقي دايما موجودة على الأرض؟ في الأول يا أستاذة إيمان طبعا الموضوع كان بيشغل وقت كبير، مساحة، علشان أنت حضرتك بتنظمي، لأن ترتيب الشغل أهم من الشغل. مظبوط. في الأول ترتيب الملف كان فيه صعوبة، فبياخد مني عدد ساعات طويلة، كانت بتبقى بتزيد عن 10 و12 ساعة من بعد صلاة الفجر لغاية الساعة 6 و7 بالليل. لكن لو قلنا إن الحياة بعد كده والترس وعجلة الحياة والعمل لما بتبتدي، الأمور بتكون أهون من البداية، لأن الصعب هو البداية. صحيح. وفي نفس الوقت النظام، كل حاجة فيها نظام، ما يعني ما مظبوط بيبقاش فيها 100%. فشل. ممكن حد يبقى بالظبط. بيسمعنا دلوقتي يبقى حابب يسأل حضرتك، هو الموضوع ده ممكن يبقى مربح مثلا؟ يعني ممكن تبقى أستاذة عليا عملت كده عشان هو موضوع مربح، ولا الأستاذة عليا عملت كده علشان هي كانت حابة تعمل كده؟ الأول يا فندم، لو هو كان بيشكل بالنسبة لي فكرة الربحية فقط، ما كنتش بدأت فيه ولا يوم، ولا بدأت في سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. أبتديها إزاي؟ ليه؟ يعني أنا معلش باردون، لو معايا فلوس وعايزة يعني زي ما بيقولوا بقى إيه، أهين فلوسي، مش هعمل كده، مش هبهدلها كده. هي فكرة العمل الخدمي حضرتك، يعني بالظبط، وانا كوني مثلا مضيفه جويه، ده عمل خدمي صحيح، انا بتقاضى فيه راتب وبدلات كبيره وجميله ورائعه، ما بتقاضاهاش وانا عندي شركه وبشتغل في هذا الكارير لغايه دلوقتي، لكن ده ما يمنعش ان في فتره مقبله لو ليا عمر إن شاء الله. اكيد هيبقى فيها ربحيه، لكن مش دلوقتي.
انا لسه ما حققتش ده بدليل ان انا لسه عربياتي ايجار مش ملك الشركه، فيها ربح وربح كويس قوي، لكن احنا نفسنا تبقى في حاجات اصول تابعه للشركه بتاعتها علشان نقدر نفتح بيوت اكتر، نشتغل اكتر، ونقلل الفيز على المواطن اكتر. أولاد حضرتك بيقولوا لك إيه؟ يعني هل مبسوطين بيشجعوكي، ولا في حد قال لك يعني ليه مشروع زي ده وفي زي ما حضرتك قلتي بعض المشاكل وجع الدماغ والربح فيه يعني لغاية دلوقتي مش أحسن حاجة؟ أبدا أبدا، كانوا ظهر وسند وقوة من ربنا سبحانه وتعالى ليا. أنا ما نجحتش لوحدي، ما فيش حد بيعرف ينجح لوحده، ربنا سبحانه وتعالى كان جنبي، عشان كده إداني أولادي، كانوا فعلا هم كل الدعم ليا، ولو أنا نجحت في يوم من الأيام فده بفضل الله ثم وجودهم في حياتي، هما شكلوا كل حاجة في حياتي، سند وظهر وكل حاجة، كل حاجة، هما فلوس الدنيا، هما كل النجاح اللي ممكن أوصله النهاردة ولغاية آخر يوم في عمري. انا عايزه اقول لحضرتك والله ان انا وكلنا حقيقه هنا كل اللي بيسمع حضرتك كلنا فخورين بيكي جدا جدا جدا، واثبتي انه اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، واللي حضرتك بتعمليه مش بس حاجه خدميه محترمه، بتساعد بلدنا كلها وبتساعدنا احنا شخصيا، انه فكره الوحش اللي اسمه القمامه وطريقه حلها وطريقه تصريفها، وكمان يبقى في افكار بعد كده لتدويرها، لكن كمان حضرتك دخلتي في مجال زي ما قلنا كان حكر بس على الرجال، فحضرتك بتدي كذا رسالة الحقيقة بهذا العمل، وأنا شخصيا فخورة بيكي جدا يا أستاذة علياء. شكرا يا أستاذة إيمان، ميرسي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، أشكركم أنا بس جدا. عايزة أتأكد إنه يعني الدموع دي مفيش حاجة مضايقة حضرتك، حاجة حابة حضرتك تقوليها، حاجة بتضايقك في الشغل؟ هما ولادي، بس ولادي حتى من قلبي، عشان يقفوا جنبي ويساعدوني ويؤمنوا بشغل زي اللي أنا فيه دلوقتي، دي مش حاجة بسيطة، فأنا طبعا، بشكركم والله، دي فرصة إن أنا أقول لهم شكرا بجد، واحنا بنقول أنا لحضرتك متشكرة أوي. شكرا، وهما لازم يكونوا فخورين بحضرتك الأستاذة علياء عطا صاحبة هذا المشروع لجمع القمامة. زي ما قلت لحضرتك كلنا فخورين بيكي، واستمري وإن شاء الله المرة الجاية لما نيجي نصور مع حضرتك يبقى المشروع أكبر، والعربيات الإيجار تبقى عربيات ملك، ويبقى مش بس بنجمع القمامة وبنعيد تدويرها كمان إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا.